كنت بتتكلم فيها واحنا في الفاصل، قلت ان كوبر معذور وعنده مشكله، وهي فكره ان الفتره وتجمع اللعيبه ما يساعدوش قوي، خاصه ان هو يعني اغلب القوائم اللي هو بيعتمد عليه دايما من المحترفين. كويس، دي 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 نقطه ممكن تاثر على لاعبتنا او تاثر على منتخبنا بكره. لا 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 لا، بس هي ديت دي السمه بتاعت مستر كوبر. يعني دي سمه مستر كوبر، ان هو دايما بيعتمد على اللاعبين المحترفين، لان هو ممكن يكون في اعتقاده ان اللاعبين المحترفين دول ممكن يكونوا بيتمرنوا احسن من اللعيبه المحليه تكون بتتمرن. ده ممكن يكون فكره يعني. لكن هو اللي انا عاوز اقوله ان هو معذور. ليه انا بقول معذور؟ بقول معذور عشان هو ما فيش وقت يقدر يقعد مع الفريق او يقعد مع اللاعبين او يجمعهم على الاقل اسبوع او يلعب مباراه وديه. لسه بكلمك انا على حسام حسن ومحمد فتحي، كان لازم في مباراه وديه عشان يقدر عشان يجربهم ويشوفهم. الاثنين لعيبه كويسه جدا جدا جدا، لكن هو ما عندوش وقت. اخر لاعب جاي امتى؟ اول امبارح باين حاجه زي كده. فعشان كده انا بقول ان هو بيعتمد اعتماد كلي زي كل المديرين الفنيين الاجانب اللي جم مصر. طبعا اللي جم مصر كان في وقت ما كانش في حد محترف فيه، لكن دلوقتي عندنا اغلب لاعبتنا محترفين، سواء في الدول العربيه او في الدوري الانجليزي ودوريات كبيره او في الدوري الاوروبي.